شوف اخوك جوج كيلو د الكفته ب 14 الاورو اللي عند الوليدات. ها شوفوا البترينا تبارك الله. ها انا راجع عندك السي حسن. ها تبارك الله. السدره شحال؟ ياك كيتهلا فيكم. ها انت بالشهاده ديال الكليان. ها هما يعني من بلاصه بعيده كتجيو لهنا؟ وشنو اللي كيجيبكم هنا؟ الثمن والمعامله والجوده. الجوده انا لاحظتها الصراحه. السلام عليكم الاخوان. معنا الاخ حسن وجبتكم واحد البلاصه اللي زاريوش لابد يجي عندهم هنا. هانتوما خوتي احنا وصلنا لواحد الباحات الاستراحه. شكون يتوحش هذه الاجواء؟ ها بحال اللي صابرين طريق المغرب. ها صابرين طريق المغرب. ها dirígete hacia el suroeste hacia AP7. Dentro de 400 metros, incorpórate a AP7. احنا باقيين واقفين هنا في هذه الاستراحه كنتفرجوا اخوتي. جول دي كرواسيا كابان دي امباتار 1-1 بانا بينالتيس مينوتو 120. هانتوما كتشوفوا. ها هو هانتوما شكون يتوحش هذه الاجواء؟ ها شكون يتوحش لا؟ اوتوبيستا. ها هانتوما ها لؤي لؤي بيم بيم. ها أجواء المغرب. السلام عليكم صباح النور جمعة مباركة خوتي. كما كتشوفوا كنت وحش لهذه الأجواء. قلب لهم لؤي هنا 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 أجواء المغرب كما كتشوفوا. راه شابرين طريق المغرب. ها خليكم معنا وتشوفوا المفاجأة في المجلس. ياك لؤي واخا عليك. خالي كدوا زيد زيد يلا معايا. احنا خوتي جينا عندكم من الريوس. يلا تساروا معنا هنا. كل شيء عربي، الخياط، الحلاق، المطاعم، كل شيء. يلا تعملوا معنا واحد القصيده. تلاهي معنا هنا. سالودا سالودا. هلا كاتوس تاي. السلام عليكم. السلام عليكم. نتساروا هنايا. ياك يلا تساروا يلا. بارحكم المغرب المغرب. هانتوما اخوتي مطعم العرائش. هاد الناس ما عندي ما يتسالهم الله العظيم تبارك الله عليهم. الجوده والنقاوه هو وصاحب المحل هذا ديال هذا المجزره بحال سوبر ميركادو، ولكن كل شيء عندهم تبارك الله عليهم. هانتوما هاد الشارع هذا الغني عن التعريف هنا بالريوس. هذا الشارع المعروف ديال الريوس. وهنا هانتوما كتشوفوا يعني هذا الشارع كله عامر محلات تجاريه ديال المغاربه. فالي اللي زار الريوس لابد يجي عندهم هنا. السلام عليكم سي حسن بخير ماشي مزيان؟ وتبارك الله الخيرات موجوده عندكم اخوتي. شوفوا شوفوا الجوده والثمن. ها يعني في هذه الاجواء اللي كنعيشوا ديال غلاء الاسعار. شوفوا اخوتي جوج كيلو د الكفته ب 14 الاورو اللي عند الوليدات. ها شوفوا البترينا تبارك الله. ها انا راجع عندك السي حسن. ها تبارك الله. السدره شحال؟ 7 الاورو 29 كيلو. الدجاج؟ 9 الاورو. جوج جوج 4 الاورو 50 يعني هادو بجوج. والحولي 9 الاورو 90. ها تبارك الله والله العظيم. بلاتي بلاتي انا جاي السي حسن. هانتوما هانتوما اخوتي اللي بغيتي بحال اللي انت في المغرب. اللحم سي حسن اللحم شحال؟ اللحم 6 اورو 99. هذه اللحم ديال الكسكسو 5 اورو 99. لا 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 تبارك الله. لا صراحة هذه الأثمنة ما عندناش حنا والله العظيم. الهبره 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 تولي 99. والكفته هذه شنو هذه؟ ماشي بحال بحال هذيك بحال بحال نفس الثمن. كنديروا جوج جيات نفس الثمن. اذا ديتي جوج كورو جوج كيلو 9 اورو. جوج كيلو 14 اورو. 14 اورو 7 اورو. الاثمنه ما بقاتش باقا ناقصه. لا 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 الخير تبارك الله. اللحم هذا شحال؟
خمسة قروض سبعة. وهانتوا بشوفوا على اللحم ست قروض سبعة وتسعين. ها شو على اللحم؟ شو؟ ها الحبور. ها. يا لا 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 تبارك الله. لا وهذا الشيء كيبين صراحة النقاوة ماشي زعما. أنتم المحل كبير تبارك الله السلام عليكم بخير صحيح ماشي اسمح لي التليفون في يدي. أنتم المحل كبير بزاف. فين جا هذا الشارع سي حسن؟ أفينيدا خايمي بريميرو؟ نيميرو 20. نيميرو 20. فوالا. ها انت ها النعناع بحال اللي انت في المغرب 60 سنتيم ياك سي حسن ها الخضار ها الفواكه كل شيء موجود اجي تشوف هنا فروتو سيكوس والمحل كبير تبارك الله نعم نعم راه كل شيء موجود تبارك الله تجي تشوف هنا فروتو سيكوس وغير اللي ما بغاش ها والثمن مزيان حتى هنا لاحظ الثمن والله العظيم طايح مقارنه مع ودابا لابد هو الواحد اللي كيدير الثمن المناسب ياك كيتهلا فيكم انت بالشهاده ديال الكليان ها هما يعني الناس كيجيو يعني من بلاصه بعيده كتجيو لهنا وشنو اللي كيجيبكم هنا الثمن والمعامله والجوده الجوده انا لاحظتها الصراحه نعم نعم تبارك الله عليكم وعنده صاحب المحل عنده واحد المطعم هنا تغرديت فيه هذا المطعم تبارك الله عليهم الصراحه والله العظيم معروف انا بالعريشي مطعم العريشي مجزره العريشي التاكوس عنده قال لي داكشي ما عرف شنو سبيسيال كيعيطوا ولا شي حاجه وبصح فعلا كليتو نعم 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 هانتوما اخوتي كتشوفوا ها ها الاثمنه ديال فروتو سيكوس هانتو ها الصدر عنده غير هادي فوق هادي ها هي سوبر مكزارة هاد الناس راه تسخرنا من عندهم الله يعمرها سلعة والله انا داخل والدرافات كبيرة الصراحة هادشي في الريوس في هاد الشارع هذا وعندهم مطعم هذا ديال عريشي انا نوريكم ها هو تا هما تبارك الله عليهم ها هو نوريكم هنا شوفوا اخوتي حنا في واحد الباحة ديال السراحة شوف والله العظيم وما كناش حنا المغاربه يعني طالعين هابطين في هذا الطريق الحركه مقتوله يعني الدنيا خاويه احنا اللي كنروجوا اخرى لا تينغو انفرينتي الدنيا خاويه يعني المغاربه اللي كيروجوا خاويه خاويه مره ما كاين حتى شي واحد والله العظيم بالله انا هيلو اي واقف كيهضر في التليفون ها هو واي Un saludo a Lilias, no? Lilias, tu amigo. الدنيا خاوية خوتي كتصفر والله العظيم. حنا وقفنا هنايا باش نتفرجوا من بارتيدو بوركي نو سي بوي كوندوسير على ميزمو تيمبو غير البارتيدو. كنشوفوا براسير كرواتيا. اتيرميناو البارتيدو 0-0 بانا بروروغا. يعني كرواتيا اللي المغرب زيرت معاه حتى هما ستان مع برازيل بروروغا باش تعرفوا المغرب يعني تفوق على منتخبات كبيرة وكبيرة يعني جدا. احنا جوزنا النهار ديالنا هنايا في الريوس انتم سلطان المحلات كلها مغربيه ودابا نشبروا الطريق بحالنا برشلونه مطارو احنا باقيين واقفين هنا كنتفرجوا تقدروا شي نتفرجوا حنا سايقين باقيين 0-0 سلطان مقهى مطعم سلطان وتحياتي لمغاربة الريوس دينا غزالة الصراحة عامرة بخوتنا المغاربة اللهم بارك هذا واقيلا المحطة محطة الطرقية الناس القهوة هذه معروفة ديال الريوس تفرجوا فيها المنتخب ايوا احنا السلام عليكم خوتنا ديال الريوس هاد البلاصة معروفة واقيلا احنا الخوت احنا الخوت تاعنا الدراغونا يا فيني خليبه اتجاه برشلونه مطارو ان شاء الله واحد النهار هنا زال مع الحباب ديالنا هنا في الريوس عليه دابا احنا دابا جبنا الدراغونا هنا وفي اتجاه مطارو ان شاء الله انتم اخوتي عاوده نفكركم في المغرب هذا المكان الاستراحه هذا معروف عاود رجعنا له في الرجوع
كل شيء جابد والطريق بلان اخوتي بلان 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 ليلى ونزاف هاد لابوط المغرب مع هاد الطريق مع هاد البلايص الاستراحه هانتو نشربوا قهوه هنا ادم ها هو يتفرج برازيل مع كرواتيا لك ادم ها خوتي احنا باقين هنا كنتفرجوا في الماتش ديال البرازيل كرواتيا البرازيل غلبه بواحد 1-0 في الاشواط الاضافيه وبهذه المناسبه كما عارفين المقابله التاريخيه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره البرتغالي الاخوان والاخوات اللي كيعجبهم او عزيز عليهم يتفرجوا جماعه مجموعين يعني كاين واحد بانتايا خيغانتي غدا برشلونه في الفيريا ديال برشلونه اكسبو ويدينغ يعني من تنظيم جمعية ابن بطوطة يعني كاين واحد الحفل فني يعني فيه بزاف ديال الاكتيفيتاديس الناس اللي كيعجبهم يتفرجوا جماعة يعني في الفيريا ديال برشلونة هنا كما كتشوفوا خرنادا كولتورال دي ماروكيس ان برشلونة فالي وكاين مجموعة ديال الفنانين وبزاف ديال الاكتيفيتاديس كما كتشوفوا هنا اخوتي يعني بزاف ديال الفنانين منهم الفنان الحر سميرة البلوي وهاد الفنانين الاخرين اللي كتشاهدوا معنا في الصوره وهنا كاين انترادا بيب 50 يوروس وانترادا يعني جينيرال 25 يوروس وكيدخلوا فيها بزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا هذا هو المكان وهنا اذا بغيتوا تتواصلوا مع هاد الناس الناس اللي عزيز عليهم تفرجوا جماعه وكما قلت لكم كاين بزاف ديال الاكتيفيتاديس ومن بعد لنا عوده يعني لهذا الاكسبو او الاكسبو ويدينغ المهم خليكم مع هذا الكارتيل